السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحة وسلامة. مبروك عواشركم. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنديروا واحد الفيديو تطبيق لهذا الموديل اللي كما كتشوفوا قدامكم على الشاشة. بزاف الطلبات جاوني على التطبيق ديال هذا الموديل. اليوم ان شاء الله غنديروا التطبيق ديالو، وسهل جدا كما كتشوفوا. انا بديت حليت هنا نص السوق ووجدته، يعني باش بلا ما نطول الفيديو غنبداو دابا على بركة الله. اول حاجة غنخدموا البرا ديالنا اللي عندنا في الدار، 5 6 أو 7. أنا ديما كنقول لكم 6 أو 7، ما كنفضلش 5 حيت 5 كتكون غليظة. الخيط بروم على 3 ديال الشعرات. صافي، نبداو على بركة الله. أول حاجة غنحلو نص السوق ديالنا حيت حنا خاصنا من البداية نعرفو الخدمة كيفاش كتخدم. نبداو على بركة الله، غنشدو نص السوق ديالنا، غنضربو البرا ديالنا تقريبا في المنتصف. بحال هكا وغنجيو غنديرو ضريبه في جنب حداها. الخيط ديالنا مليوح بشكل دائري بحال هكا، كنجيو هنا بين هاد الضريبه والضريبه كنديرو غرزه. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي نخدم بشويه، انا غنحاول نتقل اكثر ما يمكن باش يجيكم الفيديو ثقيل وواضح. غنجيو لهنا، ضربنا الغرزه الاولى، غنجيو للجنب غنديرو غرزه ثانيه. نلوح الخيط هنايا وغنجي نديرو زيادة ديال الغراز، نديرو زيادة هنا وغنجيو لهاد الغريزة الأولى اللي كنا درنا غنضربو فيها. هاد الغريزة الأولى غنضربو فيها حتى هنا بحال هكا، وغنجيو للجنب وغنزيد غرزه. شنو غندير دابا؟ غنزيد غرزه من هنا واحد، وغنجي غنقص هاد العوينه ونضرب في الثانيه حيت حنا خصنا نبداو الجوزه ديالنا من التحت، يعني غير كنشدو البلايص التحتانيه باش نخدمو عليها. صافي، كنبداو كنقصو هاد العوينه، كنجيو نضربو في العوينه اللي حداها. مبدأ ديال الجوزه العاديه، غنشدو الجنب ديال التوب بحال هكا، نديرو غرزة ديال الزيادة اللي ضروري كنديروها باش نكبرو الراندة ديالنا. غنضربو جوج ضربات في هاد العوينة الكبيرة، واحد جوج، غنضربو في الجنيب عندنا واحد العوينة صغيرة مخصناش نساوها. نعاود نشد في التوب، ندير غرزة ديال الزيادة، ننقز عوينة ونضرب في العوينة الوسطانية، في العوينة الكبيرة. هنا غندير في هاد السطر جوج عوينات باش غنفتح الجوزة ديالي. نعاود نشد في الجنب وغريزة ديال الزيادة، نعمر في العوينة الكبيرة جوج ضربات. كما كتشوفوا الخيط راه بشكل دائري الفوق، ونفس الشي غنديرو في العوينة الثانية حتى هي غنعمر فيها جوج غرزات، ومن بعد نشد في العوينة الصغيرة اللي كتكون في الجنب. كاين بزاف كينساوها، واللي نساها راه كيتخربق ليه الحساب كامل. نعاودو ضريبة في الجنب، زيادة، نحلو عوينة كبيرة، نقزو غرزة ونضربو في الغرزة اللي حداها. دابا غنشدو في الوسط عادي، نشدو في العوينة الكبيرة في الوسط ديالها، نقز عوينة ونشدو العوينة الأخرى. نعاود نشد في التوب، ندير زيادة العوينة الكبيرة
جوج دريبات، وغنضرب هادوك العيون اللي عندي الوسط. كما شفتوا الجوزة ديالنا راه بدات كتبان، نضرب هادوك الدريبات وسطانيين جوج عاديين، ومن بعد غنعمر في العوينة الكبيرة جوج ضربات. يعني المبدأ ديال الجوزة العادي، ما عندنا حتى شي اختلاف، زي دابا ما حدنا باقيين كنحلو في التحتانية، حتى حاجة ما مختلفة. انت غيكون الفرق ملي غنبداو نحلو في الجوزة التاني اللي وسط الخدمة. عفوا، كنديرو الزيادة، نقص عوينة، نضرب في العوينة الوسطانية، نعاود نضرب العوينات الوسطانية عادي، نشد في الوسط العوينة الكبيرة، نقص عوينة، نضرب في عوينة الأخرى. كما كتشوفوا دابا عندنا ولاو عندنا 4 عيون محلولين. ندير زيادة، الخيط راه مليوح الفوق، نعمر جوج دريبات. انا كنمشي ونجي معاكم بالتفصيل، حيت بزاف البنات قالوا لي سيري معانا دقه دقه ومرحله مرحله. كنحاول باش نمشي معاكم مزيان ويكون كل شيء واضح. نكملوا هذوك الغرزات الوسطانيين، وديما خاصنا نحسبوا باش ما نغلطوش في الحساب ديال الجوزه ديالنا. غنضربو جوج دريبات كما كتشوفوا، ها هما العيون ديالنا بداو كيوضحوا لينا. ديما هذيك العوينه الصغيره ما تنساوهاش، بزاف كينساوها، كلشي كيتوضر لكم وكتبداو تحلو. انا كما كتشوفوا هنا غنزيد الغرزه الخامسه، هي هذه انا كملتها، مشيت وجيت فيها باش ما نضيعش الوقت، حيت الفيديو فيه بزاف الخدمه. دابا غادي نبدا خدمه جديده، دابا هي هنا فين خاصكم تركزوا معايا. غندير الغرزه ديال الزياده، غنشد في العوينه الاولى، عفوا غنقز العوينه الاولى ونشد في العوينه الثانيه باش نحل عوينه كبيره، وغنقز الثالثه ونشد في الرابعه. يعني هنا غندير جوج عوينات حدا بعضياتهم، باش هنا كتبدا تحل لي الجوزه ديال الجنب، وفي نفس الوقت كتسد لي الجوزه الوسطانيه. غنضرب ضريبات الوسطانيين ديالي حتى نوصل للعوينه الكبيره. الغرزه اللي قبل منها خصني نحبس هذه، نقزها ونضرب في اللي موراها باش نخدم على الجوزه الوسطانيه انها تسد، ونمشي في نفس الوقت كنحل جوزه واحده اخرى اللي في الجنب. راه المبدا ساهل جدا، بزاف البنات تضرب في هذا الموديل، كيجيو عندي الخاص ولا في الصفحه ديالي كيسولوني. انا حاولت ندير لكم تطبيق ويكون ان شاء الله واضح ومفهوم. كنعمرو في العوينات جوج ضربات، غنجيو اللي حداها حتى هي غنديرو فيها جوج ضربات. هنا خاصك تبان لكم الخدمه كيفاش دايره، كيفاش ان احنا غنسدو وحده وغنحلو جوج في الجناب. غنخدمو الرنده ديالنا عاديه، ملي كتكون الرنده عاديه راه كنحاول نزرف فيها، حيت الفيديو كما شفتو راه حاولت نختصر، ولكن رغم ذلك جا طول شويه. غادي نضربو في العوينات الكبار جوج لي في الجناب، جوج ضربات. العوينه ديالنا خاصها تكون واضحه والخدمه تكون مزيره شويه، ونشد في الغرزه ديال الزياده، نعاود نضرب في الثوب، وغندير الزياده، غنقز عوينه ونضرب في العوينه الوسطانيه. من بعد دابا شنو غندير؟ غنضرب في عوينه اللي موراها عاديه، وغنضرب في وسط العوينه الكبيره عاد، باش غادي نقز وحده ونخدم وحده. نخدم ضريبه
جوج، غادي نحبس النقز عوينة ونضرب في الوسطانية، وغنضرب عاوتاني موراها جوج ضريبات، واحد ها جوج، وغنقز غرزة ونضرب في اللي موراها. صافي، نشد في التوب ديالي، نعاود ندير زيادة. الزيادة امتى غنحبسها؟ ملي غنكمل الجوزة الصغيرة وغنكون وصلت في الجوزات اللي في جناب النص، تما غنحبس الزيادة ديالي، مبقيتش غنزيد. كما كتشوفوا الجوزة ديالي قربت تسد، مبقاش ليها بزاف. الخيط كما كتشوفوا انا راه بدا يقصر عندي، نتوما الا بدا يقصر حاولوا تبدلوه قبل ما يبدا يتشنتف ويخسر لكم الخدمة ديالكم. وكنصحكم ما تبدلوش الخيط وسط الخدمة، حيت كيكون ديفو خايب وكيكون باين. من الاحسن ندفن الخيط في التوب ونكمل الخدمة ديالي بشكل عادي. صافي، غنشد في الغريزه زياده، غنبدل الخيط ديالي ونرجع نكمل. كما كتشوفوا هكا، بغيت نحيد حتى مرحله بتاتا باش يجيكم الفيديو كامل الشرح واضح. هنا غنزيد الزياده، كما كتشوفوا راه انا كرزت هذاك الخيط اللي عندي بجنب، حيت كاين اللي كيدير الزياده وكيخليه مرخي، كتبقى واحد العوينه زايده بحال زايده كبيره في الجنب، يعني ما كتخليش لك الخدمه واضحه. صافي، نقز عوينه ونضرب في اللي موراها. انا حتى الجوزه الثانيه راه بدات كتشكل ليا، الا رديتو البال راه حتى هي بدات كتبان. صافي، نضرب في العوينة الوسط ديالها، ننقص عوينة، نضرب في اللي موراه وننقص عوينة، ونضرب في العوينة الكبيرة عاوتاني. صافي، هنا يعني قربت تكتمل، ما بقى ليها والو غير هادو نعمر عليهم وندير وحدة تانية. صافي، غنكمل العيون ديالي حتى نقرب الاخرى، وغنضرب في الوسط ديالها ونقز عوينه ونضرب في العوينه الاخرى. كما كتشوفوا انتم راه خاصكم خاصه المبتدئات تحسبوا باش ما تلفوش العيون ديالكم شحال من عين حليتو، باش تمشيو الحساب ديالكم هو هذاك. صافي، نعمر هنا جوج دريبات، نخدم الراندة الوسطانية ديالي عادية. صافي، نعمر العوينة الكبيرة الثانية. شفتوا؟ صافي، هي تشكلت لي الجوزة، بقات لها آخر عوينة اللي غتكون الأخرى الوسط. صافي، باش نسدها وغنبدا نخدم في الجوزة التانيين. وفي نفس الوقت ملي كنكون كنخدم الجوزة التانيين راه كتخدم لي معاهم جوزة وسطانية، يعني ما كنبقاش نقول خصني نخدم الوسطانية ونخدم الجناب، كتخدم لي الخدمة كاملة في دقة واحدة. صافي، نشد في العوينة الأخرى وغادي نرجع. نقز عوينة نضرب في اللي موراها، ديما مع الزيادة كي كنزيدها كنقز عوينة ونضرب عوينة باش كيجيوني العيون ديالي على الحرف ديال الخدمة. كاين اللي كيبغي يضرب بجوج عيون يكونوا زايدين باش تجي مثلا الخدمة وسط الراندة، نقدروا نديروها. صافي، حنا هنايا غنجيو لاخر عوينة
باش نسد الجوزة الثانية، عفوا الجوزة الأولى ديالنا. وكما كتشوفوا هكا دابا أنا غادي نمشي ونجي حيت صافي وصلت الأخر ديالها، وغادي نكمل نعمر على العوينات ديالي كاملين حتى للراس. غادي نفتح من بعد الطوق ديالي عادي حيت أنا وصلت للحد ديالو، سديت الجوزة غادي نعمر عليها، غادي نمشي ونرجع نعمر عليها بحال باش غادي نحبس باش نحل الطوق ديالي. كما كتشوفوا هكا بقات هي اخر عوينه في هذا السطر. هنا مازال غندير زياده، اخر زياده غادي تكون عندي هي هذه. كما كتشوفوا هنا راه حليت نصف الطوق ديالي صافي، قاديت وجدته. انا راه ما تشديتش بالخيوط الا رديتو البال من جناب، نتوما خاصكم تثبتوا بالخيط باش ما تخرجش لكم الخدمه فيها شي ديفو، حيت انا هذا غير تطبيق، اما الا خدامه موديل غادي نثبتوا باش ناخد القياس ديال الخياطه ديالي. هنا كما كتشوفوا غنبداو نسدو في هذوك الجوزات الصغار اللي عندنا. كما كتشوفوا ضربنا الاولى والثانيه، نقزوا الثالثه، نعاودوا نضربوا الرابعه صافي، ونخدموا الخامسه عادي، ستة، نضربو السابعة، الثامنة، نقزو التاسعة، وغنشدو في الوسطانية صافي. هنا بحال الشكل كيما حلينا الجوزة التحتانية، نفس الوقت كتبدا تحلينا الجوزة اللي وسط منها. صافي غنحل جوج عيون الوسط من غير ديال الجناب، هادو ديال الجوزة الوسطانية واللي بالجناب ديال الجوزات اللي في الجناب. شفتو دابا بديت كنضرب في الجوزة بالعكس، حيت دابا بديت كنسد يعني العوينات كنديرهم لداخل صافي. وبالنسبه لهاد الضربات اللي كيكونوا في الجنب خاصهم يكونوا نفس القياس، مثلا عندي هنا جوج ضربات من مورا الجوزه، الجهه اللي مقابل ديالها خاصها تكون حتى هي جوج ضربات. كما كتشوفوا هنا النصف الطوق ديالي انا قديته القياس. هنا بالنسبه لهاد الجوزه عندي انا، هاد الجوزه الصغار اللي عندي، عندي 20 غرزه، وانتم كتبقى لكم اختياريه يا اما تزيدوا، هذا هو الاقل حاجه، الا حنت الا نقصتوا اكثر ما تلقاوش فين تزوقوا. هذا صغير تقدروا تكبروا عليه واحد شويه، انا مبغيتوش ندير كبير بزاف باش ما يضيعش لي الوقت. وغادي يجي في نفس الوقت الفيديو طويل بزاف. المهم المبدا هو هذا، وكيبقى لكم الاختيار انكم تزيدوا، تقدروا ديروا 6 7 العوينات باش غيجيكم تزوق واضح مزيان في الخدمه. نضرب هنا جوج ضربات في كل عوينة، صافي غنشد في الثوب وغادي نختم الخدمة ديالي عادية. واحد جوج، نضرب في النصف العوينة الكبيرة ونحل، نقز عوينة نضرب لي موراها باش نحل عوينة، نخدم الراندة الوسطانية ديالي عادية ونقز عوينة ونضرب في الوسط
وغنحل عوينة واحدة اخرى موراها، ولكن ماشي دابا، حتى نضرب واحد جوج عوينات اخرين. شفتوها هي هنا منقصت، وعاد باش خدمت عوينة واحدة اخرى محلولة. باش دابا كنمشي للجوزة الوسطانية التانية، حتى هي خاصني نحلها. نقص ونضرب في الوسط، كنسد عوينة، عفوا كنسد جوزة، وفي نفس الوقت كتحلي وحدة جديدة. هنا قديت الخيط ديالي، ضربت بيه العوينة الأولى، وغادي نجي نخدم الخدمة ديالي. كما كتشوفوا هنا راه بداو كيتشكلوا لنا الجوزات ديالنا، باش كيوضحوا ثلاثة دابا، وحنا مثلا خدامين في الرابعة باش كتبان لينا. أنا هنا خدمت هادي غير باش نوريكم أن الجوزة ديالنا كيفاش كنخدموا عليها باش كتسد. صافي باش كنسدوها في مرة، شفتو يعني خدمتها عادي باش ما طولش عليكم، وجيت لآخر عوينة هي هادي اللي كنسد بيها الجوزة الأخرى ديالي. شفتو يعني العوينات هنا وهنا. صافي من بعد انا غنخدم عليهم، غادي نمشي ونجي في الخدمه ديالي باش توضح مزيان، باش نكملو الشرح ديالنا. كما كتشوفوا هكا، انا بغيت غير نوريكم كيفاش غادي نحلو الجوزه الوسطانيه. المبدا بحال الجوزه الاولانيه، نقز عوينه ونضربو في العوينه الوسطانيه، غنجيو عاوتاني نقزو ونضربو في العوينه الوسطانيه. كما شفتوا هكا يعني نفس الشكل ديال الجوزه التحتانيه اللي بدينا، هذه كنخدموا نفس الشكل، غير درت لكم واحد اعاده تذكير كيفاش اننا غنخدموها. عوينات عاديين، كنجيو حتى للعوينه الكبيره، كنشدوا الضريبه اللي قبل منها كنقزوها، كنضربوا في النص ديالها ونقزوا عاوتاني نضربوا في النص ديالها، وحنا غاديين هكا حتى نكملوا الخدمه ديالنا. يعني سهله جدا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه ديال الطرز ديال الخدمه ديالنا، حتى هو سهل جدا. واخا تكوني مازال مبتدئه الطرز سهل. اول حاجه غناخدو الحرير ديالنا، نبروم غير على جوج شعرات، ما برمت عفوا نبروم على ثلاثه شعرات، ولكن ما نبرومش بزاف، برمتو غير جوج دورات حيت خاصني الحرير ديالي ان يكون باين فاش نبغي نخدم، ما يكونش مكروز بزاف هكاك، ما غاديش نبروم بزاف، ما غنلقاش كيفاش الخدمه ديالي غتجي، ما غتبينش ليا رطبه ومقاده. كما كتشوفوا بحال هكا الموديل اللي عندنا راه فيه الجوزات جوج مخدومين وحدين اخرين ما مخدومينش. حنا غادي نخدمو نفس الشكل، غادي نوريكم كيفاش حنا غنديرو. انا غندير معكم غير وحده، ونفس الشيء غنطبقوا على باقي الجوزات. كما كتشوفوا هنايا انا حاولت نخدم باللون ديال التوب، ولكن للاسف ما جانيش واضح، غنحاول نبدلو ندير لكم لون اخر مغلوق باش يبان في الخدمه مزيان. كيف ما كتشوفوا انا خديته في الازرق باش يبان مزيان. شنو غنجي ندير دابا؟ انا الجوزه ديالي غادي نزوقها من الجناب من هنا ومن الجهه الثانيه. شنو غندير؟ غناخد الابره ديالي وغنحسب غير ثلاثه العوينات حيت انا عندي جوزه صغيره، واحد جوج ثلاثة، وندخل الإبرة ونخرج من أول عوينة صغيرة تحت العوينة الكبيرة بحال هكا. بطبيعة الحال كانت الجوزة كبر غتخدمو مثلا أربعة ولا خمسة العوينات. صافي غنشد الخيط ديالي غادي نثبتو، شفتوه راه مبرومش مزيان، وغادي نحاول نرجعو من العوينة اللي بديت بيها في البداية باش نحيد هذيك العقدة تخبط لتحت ما تبقاش باينة، وغندخلها من التحت كما كتشوفوا، وغنخرجها من العوينه الصغيره اللي في جنب العوينه اللي موراها. يعني غنمشي انا
بالترتيب. العوينة، العوينة اللي موراها هي هذه اللي كنخرج فيها الحرير ديالي، كندخل مزيان باش هذيك العقدة تجي لتحت ما تبقاش باينة. وغنجي نحسب عاوتاني، واحد جوج ثلاثة، ندخل البرة ونخرج عاوتاني في نفس العوينة اللي حداها تماما، غندير فيها البرة ديالي بحال هكا، ونحسب واحد جوج ثلاثة، دخل البرة ونخرجها في الجنب. يعني ساهل، حتى الطرز ساهل، حتى المبتدئات عندك الرمة ما عندكش ماشي مشكل، تقدري تخدمي الموديل ديالك صافي. وغنمشي عاوتاني هنا، واحد هي اللي فيها الخيط، جوج ثلاثة صافي، وغادي نخرجها للجهة الثانية مباشرة. اللي ما عرفش كيفاش يخرجها ماشي مشكل، يهبطها عادية ويعاود يدخل الجن عادي صافي. بحال هكا كيكون عندي هاد الجنب. والجهة الثانية نفس الشيء، انا هنا نخرجها غير عادية باش البنات اللي بغا يخدمو عادي ما يتودروش مع العيون كيفاش داخلين. بحال لا الا عندك المرمى ولا هكا كتخدمي، دخلي في العوينه وغنحسبو هذيك هي واحد جوج ثلاثه. بحال هكا هي طريقه سهله اللي ما عرفش يخرج ما بينات العيون من جهه لجهه. ونجيو، راه المبدا ساهل، ما عندكم شي حاجه فين توحلو نهائيا. دي كتجي بحال شكل، نقدر نقوله بحال شكل في، كتجي بحال هكا، كتكون مطروزه، كتكون في هاد الجهه والجهه الفوقانيه اللي انفاس معاها، كتكون في الموديل عندنا في جوزه اه وجوزه لا. وانتم كيبقى لكم الاختيار. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون لاعجابكم، ولا عجبكم ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم والاشتراكات ديالكم لاول مره كيشوف القناه ديالي. والسلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.